السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مثل ما نكون شايفين عنا طبخة كتير ناس اللي طرقت لها وسجلتها وإلى آخره ومنعرفها، بس هيدي لأنها من التراث ومفيدة كتير كتير. طبعا اللي نعرف نحنا أن السبانخ قديش فيه كمية كبيرة من الفيتامينات ومن الكالسيوم ومن الحديد وخاصة من المعادن وخاصة الحديد. هلا حنشوف نحن شو المقادير او شو المكونات تاعت هالطبخه. اول شيء عنا شويه زيت بقعر الطنجره، 3 ملاعق صغيره زيت، وعنا لحمه مفرومه، هيدول لحمه مفرومه 3 طواق بيطلعوا، يعني هيدول اللي انا حطيتهم بالفريزر كانت وطلعتهم بكير لحتى راح الثلج عنهم صاروا طرايا. هاي مفرومه لحم غنم اكيد. وعندنا المكون الرئيسي اللي هو سبانخ، وهيدي الكمية، هيدولي الكمية اللي بدكم اياها فيكم تحطوها، وعملوا حسابكم انه اذا كنت لما فرمتوهن وغسلتوهن لقيتوا الكمية كبيرة ما تخافوا، لانه بيدبل كتير وبصير الكمية كتير قليلة ما تدبل، طبعا مثل بقية الحشائش اللي هي الخضار الخضرة. وعندنا البصل المفروم هيدي للحمة، وكزبرة خضراء، وعندنا ثوم مدقوق وصنوبر مغسولين مصفيين، وملح وقرفة كمان، وعندنا عصرة حامض يعني ليمون حامض. الحامض كتير ضروري للخضار اللي فيها حديد، خاصة الملوخية السبانخ الصلق، هيدول بدهن حامض لحتى يساعد الدم ينعان على تحليل كمية الحديد حتى ما تترسب بالمسالك البولية. فعملوا حسابكم انه لما بدكم تاكلوا نوع من الانواع هيدي الملوخيه او السبانخ او الهندبه، يعني هيدي الانواع والسلق فيها كتير حديد، ودرجه الحديد اللي فيها بده حامض، تاكل معه حامض او شيء فيه حموضه لحتى يساعد على التحلل بالدم. هلا نحن بنعرف انه السبانخ ضمم بتيجي، طبعا نغسلها قبل ما نفرمها، لانه بس نفرمها بتفقد كميه من الحديد اللي فيها وكميه من الفيتامينات. وبعدين لما بنغسلها مفرومه بيروحوا هدول، لما فرمنا راحوا بالمي، راح الماده الكبيره من الفيتامينات ومن الحديد والمعادن راحت بالمي. فبنغسلهم قبل هن ورق، بعدين بنفرمهم حتى نحافظ على اكبر كميه من الغذاء. اول شيء بدنا نعمله، هلا هدول حنشيلهم على جنب، بسم الله الرحمن الرحيم، بنجيب الكاميرا لهون لنشوف كيف بدنا نشتغل على النار. هاي النار تاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط اول شيء كالعاده البصله، بسم الله الرحمن الرحيم، بس تدبل البصله شوي بنضيف اللحمه. بس تدبل حتى تنكه، وانا مثل ما بقول لكم دائما البصله بفركها مع الملح، لما بفركها مع الملح بتطلع العصاره تاعتها، والعصاره هي اللي بتنكه الاكل. هلا قبل ما احط اللحمه ححط شوي صنوبر، لانه انا بدي صنوبر يحمر كمان نتفه، لانه الصنوبر المحمر غير طعمه من الني. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بيقلوا الصنوبر قبله بيشيلوه، بعدين بيحطوا بقيه المواد، لما يخلصوا الاكل برشوه على الوجه كمان، هيدا حلو.
هلا شو حنعمل نحنا؟ حنقلي كل اللحمة والصنوبر والبصل ونحط لهم توابلهم وملحهم، وبعدين لما يستووا منشيل كمية قد ما بدنا لنحط فيها، نحطها على وجه صحن التقديم. وكمان بيسوى انه ما نشيل شيء، خليها بقلب الاكل، بس ليكون اجمل منشيل شوي منحطه منشيلهم على جنب لنزين الاكل تاعنا. وهلا بلش يحمر البصل والصنوبر. هلا بننزل اللحمه مع الصنوبر والبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلطها منيح. هلا نحط الملح والقرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب منيح. هلا لحتى تنشف مية اللحمة، بس تنشف منشيل تكون استوت اللحمة منشيلها. هلا المرقة خلاص مية اللحمة راح نشفت، صار في زيت على الحل. هلا شو بدنا نعمل نحنا؟ بدنا نشيل شوي من هاللحمة. هيدول لنحطهم على وجه الطبق لما نسكب الأكل. هيك صار بيكفي، مبينين الصنوبرات انهم محمرين. هيدول خليهم. هلا شو بعمل انا؟ عارفين ما شاء الله كمية كثير منيحة. هلا بحط التومات لأنه بدي انا عصارة التوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخلط شوي لتتنكه اللحمة. بخلطها شوي، نرجع منضيف الكزبرة. هاي الكزبرة الخضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كلها فوائد هالأكلة، لأنه السبانخ بحد ذاته فائدته كتير عالية، والكزبرة ما ننسى كمان فوائدها كتير عالية. كل شيء حشيش أو من نوع الحشائش يعني نبات أخضر كله فيه فوائد كتير كتير. هلأ منضيف عصرة الحامض، عصرة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ملعقتين طعام. وهلا بنحط رولكسين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي وشوي ما كلهم سوا، لأنه بعد في عندي بحط هيدول أقل. بحركهم بحركهم معهم حتى يدبلوا. لاحظوا انه قوام عم تدبل الورقة تاعت الاسباني. هلا صار لازم نخفف النار، خففها اقل شيء. هلا نضيف بقية الاسباني شوي وشوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف ونحرك.
دبله هلا، ضيف كمان كمية طوقه. بسم الله. هاي كمية كمان من السبانخ. لو بدي حطهم كلهم سوا ما حتساع الطنجرة، ما شاء الله بدي يطلعوا لبرا. هلأ عنا صار مكونات كلها بهالطبخة. هلأ شو بنعمل؟ بنضيف عليها شوية مي، قدر كوب مي. هيدول اللي كان فيهم سبان خط، هيدا الكاس اللي كان فيه سبان خط. هلأ يعني كمية المي كتير قليلة، لأنه السبانخ هو بحد ذاته حيفرز مي. يعني في منهم ما بيحطوا مي ابدا، بيخلوا مية السبانخية بس بيسووا عليها. انا لا اضفت شوية مي ما بيأثر هيدا. وعنا الكزبرة الخضراء بتعملها مي، وعنا كل المكونات. هلا نايس النار، حنوقف بعد نطفيها بنرجع نعطيها قنص. هلا خليها على النايس ونغطيها، بدها خلال دقائق يعني بتكون استوت، لانه كله محطوط اللحمة مستوية كله خالص، بس بدنا شوي لحتى ليه تختر مرقتها، يعني تندمج معها وتصير ان شاء الله بالطعم اللي احنا بدنا اياه. ولما تخلص فرجيكم اياها، بدنا نفلفل الرز عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما انكم شايفين هلا هي طبختنا، السبانخ خلصيت والرز كمان تفلفل وخلص وصار جاهز ان ندوق منه. هي هي الطبخة، ان شاء الله تكون عجبتكم. هي اللي قرب لكم السبانخات، هيدا السبانخ كتير مشهي شكله. اشتديت على الطبخة، هي 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 الطبخة. ها قد ايه كانت كتيرة، كتير الخضروات هيدي اللي هي اوراق كتير بتقل وبتدوب عند الطبخ. طيب هلا بدنا ندوق هالطبخة ونشوف عملتها ونقول لكم. يعني صحيح انه ما حدا بيقول عن زيته عكير، بس انا بحكي الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضلت تغلي حتى صارت المرأة كثيفة بهالشكل، يعني ما كثيفة بس لونها صار كثير داكن. شوية مرقة، المرقة طيبة معها. مثل ما قلنا انه السبانخ لازم يكون صحيح، حتى نحن عصرة حامض صار بتكفي، كل واحد على صحنه بده يرش رشة حامض. وقلنا قبل ما نحط الحامض على السفرة منقص الحامض ومنشيل قدر الإمكان البزر منه. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بقولكم لوكي طيب كتير، خرجت تتقدم بسفر الأفراح لأنه كتير طيبة. مثل ما قلنا كتير مفيدة، وإن شاء الله تكون عجبتكم. وما تنسوا اللايك وما تنسوا التعليق، أنا بحب كتير التعليقات. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.